المشاهدين ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بجلسه صباحيه. معكم المحلل تقنية ظرف ظهري من شركه تكمن. في هذه الجلسه الصباحيه رح نقوم بتغطيه مباشره على معظم العمليات والازواج الرئيسيه الموجوده عندنا على منصه التداول، لنشوف اذا بنقدر نستخرج منها بعض فرص استثمار الموجوده عندنا. في البدايه رح نبتدي بالعمله الاوروبيه الموحده، وطبعا انتم عارفين من وراء الاجتماع الفيدرالي اللي حصل ومن وراء رفع الفائده في الولايات المتحده اصبح عندي بعض التقلبات اللي هي ممكن عم نكون عم نشهدها. خلينا نشوف اذا عندي بعض الامور اللي ممكن اخذها بعين الاعتبار على الرسوم البيانيه لنقدر نحدد بعض فرص الاستثمار نقاط ودخول وخروج. طبعا هلا بالبدايه وباستعمال اليورو دولار من وراء ارتفاعه امبارح لتسجيل كومون امس وطبعا مستويات عاليه، اتوقع انه ممكن يكون عم نرجع نشهد بعض نقاط المقاومه او خلينا نقول بعض الخطوط الرئيسيه اللي هي ممكن ترده بالاتجاه الهابط عن جديد. وطبعا باخذ بعين الاعتبار على انه نحن في هلا في شهر ديسمبر والتقلبات مرتفعه، يعني عم نشهد اذا بدكم ارتفاعات وانخفاضات بشكل اساسي او بشكل سريع. هلا اهم شيء انه الهدف اذا بدكم يعني جبناه على اليورو دولار ومن وراء نمط الاحتواء او شمعة نمط الاحتواء اللي كانت عطيتني اشارة شراء على القاع، توقعنا انه نرجع نبتدي بالارتفاع اذا بتكون لزيارة اخر قمة انخفضنا منها. رح ارجع احدد لكم منطقة النمط الاحتوائي اللي هي هذه الشمعة الخضراء اللي سجلت مستوى او تم الشمعة اللي قبلها واغلقت فوق افتتاحها. فبهذه الحالة توقعنا انه عندي وقف خسارة تحت اخر قاع اللي هو طبعا يلقب اذا بدكم بالقاع لا طبعا نمط الاحتوائي، وارتفعنا بشكل عشوائي الى بالاتجاه الصاعد ومن ثم انخفضنا بشكل 3 موجات، ولكن ما لمسنا او ما اخترعنا اخر قاع تم تسجيله عندي على نمط الاحتوائي، ورجعنا سجلنا القمه اللي المفروض تكون هدف لنا اللي هي القمه اللي انخفض منها السوق قبل ما يسجل النمط الاحتوائي. فبهذه الحاله بدنا نكون عارفين انه السيناريوهات اللي عم نشهدها هون على اليورو دولار ولو عم تاخذ شويه وقت، ولكن عم نرجع ناخذ الهدف تبعنا. هل يا ترى من هذه المستويات اللي رجعنا استهدفناها وايضا مستويات الاسترليني دولار اللي هي 127 20 اوكي، هل يا ترى طبعا ممكن نرجع نشهد بعض الاتجاهات المعاكسه او ممكن طبعا نرجع نكف اتجاه الصاعد؟ هون السؤال انه نحن رجعنا عملنا ريتاست او اعاده امتحان للمثلث اللي كان موجود عندي للاسترليني دولار او للعمله طبعا البريطانيه، لكن هل يا ترى نحن من هذه المستويات شو السيناريو المفترض او شو السيناريو المفضل عندنا؟ السيناريو المفضل هو نرجع نبتدي بالاتجاه الهابط عن جديد ونرجع نلاقي او نرجع نشهد بعض المقاومه او نقاط المقاومه والميجر ريزيستنس عندي قرب هذه المستويات. وطبعا القاعان الجديده طبعا اذا في حال سجلت من هون عم نرجع نتكلم على انخفاض 300 و400 نقطه اقله على مستوى ال 123 122 و121 كاهداف 1 2 3. هلا السوق بلش يمشي بالاتجاه الصحيح اللي نحن كنا متوقعينه او السيناريوهات المفترضه، عم نتوقع كنا ارتفاع للدولار كاد وبالفعل عم نشهد هذا الارتفاع، كنا عم نتوقع الهدف يرجع يكون تقريبا قرب مستويات ال 136 36، هذه المستويات المنتظره كانت للدولار كاد لانتهاء المرحله التصحيحيه الافقيه بامتياز بنفق ميل على ارتفاع. وبهذه الحاله اتوقع عند انتهاء هذه الموجه الاخيره اللي هي ويف 5 او 7 سوينج هاي او السوينج نمبر 7 اوكي، اتوقع انه نكون عم نبتدي بالاتجاه الهابط ونكون انهينا هذه المرحله الافقيه. هون عندي ارتفاع 1 2 3 ويف 4 ويف 5 ويف 6 واتوقع انتهاء ويف 7 قرب هذه المستويات اللي قربنا لها، ومن ثم نتوقع بدايه موجه هبوط ضخمه جدا على المدى الوسط للطويل لتسجيل مستويات تقريبا 120 وحتى 115 اذا في حال بدنا نبتدي ونركب هذه الموجه الهابطه على المدى الوسط للطويل. هلا انا كان حابب شوي صغير يمر على اسعار الذهب اللي هي عم تعطيني اذا بدكم اشارات واضحه، وهذه الاشارات الواضحه اللي ممكن طبعا يكون عندي بعض الامور الجديه عليها لانه نحن وصلنا للمستويات اللي كنا منتظرينها. هل يا ترى هذه المستويات او الاشارات كنا انتهينا منها؟ نحن كنا قايلين من هلا لاخر السنه بدنا نكفي بالاتجاه الصاعد على العمليات الرئيسيه وايضا على اسعار الذهب او على المعادن، ومن ثم نرجع نشهد انخفاض وبدايه موجه هبوط عند بدايه سنه 2019، ولكن هل يا ترى ممكن نبتدي بهذه الموجه قبل سنه 2019؟ طبعا ممكن، ما في شيء بيمنع انه نحن نكون سجلنا هذه المرحلة الأفقية اللي كنا منتظرينها إذا بدكم وزيارة مستوى 1260 1265 سجلناها بجلسة أمس 66، عملنا سجلنا 1266
ونتوقع على أنه ممكن نرجع نشهد بعض المقاومة أقله لزيادة مستوى أوقاع 1216. إذا في حال نكفي اتجاه الصاعد بنسجل بعض قاعي اللي هو 1216 ونرجع نبتدي بالارتفاع، هذه إذا كان في حال عندي سيناريو إيجابي. وطبعا إذا في حال كان عندي سيناريو سلبي، أنتم بتعرفوا أنه الهدف طبعا هو مستوى 1120 أو 1124 لتسجيل دبل بوتوم أو قاع مزدوج قبل ما نرجع نفكر بإشارة شراء عن جديد. فهيدي طبعا بالنسبة للذهب أو أسعار الذهب اللي ممكن نرجع نشهد إشارة شراء من وراها أو من وراء ملامسة هذه القاعان الرئيسية. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق، صباح الخير. هلا نحن لكن بالنسبة لأسعار الذهب كنا انتهينا منها، حاب مر شوي صغيرة على أسعار المؤشرات الأمريكية اللي عم تسجل قاعان جديدة بجلسة أمس. أنتم بتعرفوا أنه من وراء تسجيل قاعان جديدة واختراق مستوى 100% في بوناتشي اكسبانشن، ولكن الاغلاق كان فوق، وهذا الشيء طبعا بيطمن على انه الاغلاق لما يكون عندي اذا بدكم اختراق لقاع معين او لنقطه دعم معينه ويتم الاغلاق فوق، فبهيدي الحاله بعدها شغاله. بعرف انه المستثمرين والمضاربين بيكونوا تاذوا بهيدي الحاله، بعرف بيكون لمسوا في الخساره تبعهم، لانه المضارب ما بيتحمل انه هو ينتظر اغلاق الشمعه كرمال ياخذ وقف الخساره بعين الاعتبار، ولا بل بالعكس بيقعد وقف خسارته، اذا في حال اخترق هذا الخط بيلمس وقف الخساره وبيرجع بيرتفع عن جديد. انما في حاله المؤشرات الامريكيه، وانتم عارفين الخطوره في هذه المؤشرات، لا يمكن تحديد اذا بدكم وقف الخساره كمستويات اذا بدكم رئيسيه او ثابته، ولا بل لازم تكون اغلاق وننتظر اغلاق وتاكيد تحت خطوط معينه او خطوط معينه لناخذ بعين الاعتبار هذه الامور. هل اغلاق فوق مستوى 100% انا برايي ايجابي لجلسه اليوم، ممكن يتم تثبيت قاع معين ونرجع نبتدي بالارتفاع. هلا من وراء هذه المؤشرات الامريكيه والارتفاع على تسجيل قمم جديده وتسجيل مستوى 3000 عن جديد، هذا الشيء بأثر لضغط سلبي على اسعار الذهب، وبمعرفتنا على انه الكوريليشن ونيجاتيف كوريليشن والعلاقه العكسيه الموجوده بين الـ S&P 500 واسعار الذهب موجوده. اوكي، هلا بالنسبه للكرود اويل او اسعار النفط، هل يا ترى وصلنا لقاع معين؟ هل يا ترى اغلاق تحت مستوى ال 61% اعطاني اشاره بيع؟ هل يا ترى طبعا هذه المستويات اللي عم نزورها هلا بعد عندي قاعان جديده، بعد عندي تسجيل قمم جديده، او طبعا هذه المراحل الافقيه اللي ممكن قد انتهينا منها. هلا انا بالنسبه لي اغلاق تحت مستوى ال 71 61% اللي هي تحت مستوى ال 4640 على الكرود اويل كانت واضحه انه بالفعل هي اغلاق سلبي جدا، وهذا الاغلاق السلبي جدا نتوقع تكمله اتجاه الهابط في اسعار النفط، وهذا الشيء طبعا بيدعم السيناريو طبعا على ارتفاع الدولار كاد. يعني الدولار كاد اللي كنا متوقعين احنا ارتفاع هذا الزوج لزياده مستوى ال 136 36، يعني ارتفاع بعد عندي تقريبا محدود ال 100 نقطه للدولار كاد. هذه ال 100 نقطه ارتفاع للدولار كاد بتعني انخفاض بعد تقريبا لاسعار النفط، وممكن بعد نسجل اخر ويف داون بشكل سريع لمستوى ال 44 او مستوى 43 قبل ما نرجع نفكر بالشراء. ولو حتى يعني بهذا الشراء اللي عم نفكر فيه ايضا على اسعار النفط، هل يا ترى على المدى الوسط للطويل؟ طبعا لا، على المدى القصير فقط موجه تصحيح بسيطه قبل ما نكفي اتجاه الهابط. انا كنت بفضل انه اتجاه الهابط لاسعار النفط تكفي لزياده مستوى 76.4% بشكل اذا بتكون سريع، ومن ثم بدايه اتجاه صاعد. هيك ساعتها الاتجاه الصاعد بنفكر فيه ممكن نفكر فيه على المدى الطويل، وبنرجع بناخده اذا بدكم بعين الاعتبار على انه كرود اويل او النفط اصبح بمرحله شراء. اوكي، فبهيدي الحاله انا بحبذ انخفاض النفط لزياده مستوى 76.4% اللي هو مستوى ال 39 دولار، الهدف اللي قلته انا منذ شهرين وثلاثه لورا كرمال لما كان النفط على مستوى ال 75، واخذنا بعين الاعتبار انه عندي اندنج دياجونال. اوكي، وبهذه الحاله طبعا كنا توقعنا انخفاض النفط لمستوى ال 39، وعم نشهد هذه الارقام قريبا تقريبا. هلا اسعار الذهب معظم المستثمرين شايفينه بالاتجاه الصاعد، معظم المستثمرين شايفين انه عندي ارتفاع لاسعار الذهب وتكمله اتجاه الصاعد لزياده مستوى 1350 بالاونصه. هل يا ترى عندي سيناريو ايجابي؟ طبعا في سيناريو ايجابي. في سيناريو ايجابي بيقول من وراء انتهاء الانخفاض اذا بدكم لخمس موجات من اخر قمه ال 1900 دولار لقمه ال 1000 دولار، ممكن يكون انتهينا بشكل خمس موجات 1 2 3 ودخلنا بموجة رقم 4 والموجة الخامسة. تمام، هلأ انخفاض هذه الخمس موجات على أسعار الذهب ممكن تكون ابتدينا بالموجات التصحيحية اللي هي ويف A. ويف B فيها تكون بمرحلة أفقية وتدخل بشكل مثلث.
هون هذا السيناريو الإيجابي. إذا كان بهذا الشكل wave B بكون عندي A B C D و E قبل ما نكفي wave C. بكون ارتفعنا بأول موجة تصحي wave A big wave A، دخلنا ببيج wave B اللي هي فيها تقريبا خمس موجات إذا بدكم بالمثلث، ومن ثم ارتفاع ويف سي. فبهذه الحاله ممكن هذا السيناريو يرجع يضغط على اسعار الذهب لملامسه مستوى ال 1350 قبل ما يرجع يسجل ويف اي لمستويات ال 1240 ويبتدي بالارتفاع. فبهذه الحاله هذا الارتفاع اللي عم نشهده هلا ممكن يكفي لزياده مستوى ال 1350، ولكن لنقدر نحدد هذا السيناريو اذا هو جدي وبالفعل رح يبتدي هذا السيناريو بدنا اغلاق فوق مستوى ال 1280 1240 لنفكر باتجاه صاعد وتكملة السيناريو الإيجابي على أسعار الذهب. هذا هو تقريبا السيناريو اللي حابب أتكلم عليه بالنسبة لأسعار الذهب والسيناريو الإيجابي والسلبي. ولكن طالما نحن تحت ضغط مستوى 1284 بعدنا عم نتكلم على موجة هبوط ممكن نتوقعها بأي وقت كان، وأنا بالأحرى أتوقعها عند افتتاح سنة 2019 مع فجوة سعرية بالاتجاه الهابط بشكل سريع، ونرجع نكفي اتجاه الهابط وتعزيز مراكز البيع. اما بالنسبه للمؤشرات الاخرى، يعني كنا تكلمنا عن النفط والجولد وبعض خلينا نتكلم شوي صغير على بعض الكروسز اللي كنا عم نتكلم عليهم مثل اليورو استرالي على سبيل المثال. اليورو استرالي اللي عم يسجل مستويات مهمه لهذا شولدرز، خلينا نقول طبعا تم اختراق مستويات مهمه جدا، وكنا نحن اخذين على الاعتبار على انه ثلاث موجات تصحيح ممكن يكون قد انتهت. انما باخذ بعين الاعتبار من اخر قمه لاخر قاع هلا تقريبا التداول قرب مستويات 76.4%، ما في شك انه نحن لازم ننتظر هذه الاغلاقات. بجلسه امس ما اغلقنا فوق مستوى 76.4%، رح نشوف بجلسه اليوم بشمعه اليوم اليوميه اذا ما قدرنا نغلق ممكن نرجع نشهد ارتداد بالاتجاه الهابط، وممكن نستفيد من مراكز البيع اللي قلنا منتظرينها اكثر من اسبوعين. هلا بهذه الحاله بكون عندي اول موجه تصحيح من هذه القمه لهذا القاع، عم نتكلم على ويف A اوكي، وعندي ويف B او ويف 2 او موجه رقم 2 بشكل ثلاث موجات تصحيحيه وانخفاض على المدى الوسط للطويل لزياده مستوى ال 155. هلا هذه المستويات عم نتداول بقربها هلا هي المستويات المنتظره والمستويات الاخيره اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار لتقريبا السيناريو السلبي يبتدي من هون، او طبعا اختراق هذه المستويات تعطيني سيناريو ايجابي اكثر وممكن يكون عندي تكمله اتجاه الصعد. هلا انا بالنسبه لي بفضل ادخل مراكز بها من هذه المستويات، وخاصه من وراء السيناريو الاكسباندنج اندنج تراينجل. انتم بتعرفوا هذا السيناريو كان موجود عندي على النفط، كان موجود عندي على تقريبا اللي دخلنا فيه شو كان الزوج اللي عنده اكسباندنج اندنج تراينجل، افتكر الدولار سويس. فبهيدي الحاله هذا الاكسباندنج اندنج تراينجل اللي موجود عندي اللي هي تعتبر انتهاء الموجه الاخيره من موجه الارتفاع ان كانت التصحيحيه او الاندفاعيه، اللي هي تعتبر 1 2 3 4 5 اوكي. انتم بتعرفوا انه بيجينا انخفاض من وراها ولكن ممكن تكون بهذا الشكل. فهلا الارتفاع لليورو استرالي ممكن يكون اذا بدكم محدود لتكمله اتجاه الهابط وزياده مستوى ال 140، وباخذ بعين الاعتبار الرسم بين الاسبوعين بنكون سجلنا اذا بدكم خلينا نقول اول موجه تصحيحيه ومن ثم ها ويف اي، يعني انتهينا فيها قرب هذه المستويات، بيرجع تسجيل ويف بي عن مستوى 138 ومن ثم ويف سي بالاتجاه الصاعد. هلا باخذ بعين الاعتبار اليورو استرالي والانخفاض طبعا من اخر قمه مستوى 2.10 لزياده مستوى 114، هلا عم نداول مرحله افقيه اذا بدكم ميل على ارتفاع اللي هي موجه تعتبر تصحيحيه لا الموجه الهابطه الضخمه. عم تلاحظوا انه في عندي بعض الارقام خليني اقول من عم تتداول، يعني كانوا بعض الازواج الرئيسيه والكروسز كانوا يتداولوا ب خليني اقول ارقام ضخمه جدا. يعني على سبيل المثال عم نتكلم باليورو استرالي كان يتداول قرب مستوى 2.10 اليورو اي يو دي 2.10 لزياده مستوى 114 اتجاه عام هابط وسيطره ضعف اليورو على الاسترالي اوكي. فضعف اليورو على الاسترالي انا عم نتكلم بمرحله كنا ندخل فيها باتجاه هابط من مستوى ال 140 او 135 لليورو دولار لزياده مستوى ال 104. فهلا ابتدينا بالموجه التصحيحيه تقريبا هذا رسم البياني بيشبه رسم البياني اليورو اللي هو ارتفاع اليورو من مستوى ال 104 ل 114. ولكن هلا اذا بحال عم نتوقع انخفاض اليورو لمستوى ال 108، هذا هو الانخفاض اللي نحن عم نشهده او ممكن نشهده على اليورو استرالي بالاتجاه الهابط. ولكن طبعا هذه السيناريوهات اللي عم نتداول بقربها هلا حساسه جدا، واتوقع انه
اذا في حال طبعا اغلقنا فوق هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها اللي هي مستوى ال 161.36 او 38، هذه المستويات اللي هي مستوى 76.4% اللي هي ما قدرنا نغلق يعني فوق بجلسه امس بجلسه اليوميه او بالشمعه اليوميه، اتوقع انه اليوم ان شاء الله نرجع نشهد ارتداد لها من هذه المستويات، فبهذه الحاله طبعا نرجع نبتدي بالاتجاه الهابط. يعني اليورو دولار ومع التقلبات اللي عم نشهدها هلا عم نرجع نشهد اذا بدكم ضعف لليورو دولار ال 114.29، واليورو والاسترالي دولار ايضا وصل لمستويات مهمه جدا اللي هي على رسم بين اليومي باخذه بعين الاعتبار من اخر قاع لاخر قمه، تسجيل مستويات بين 76.4 و88.2، فاتوقع انه الاسترالي دولار يبتدي بالاتجاه الصاعد. ولكن التحليل اللي عم جرب نقوم فيه قوه، يعني انتم بتعرفوا ان الاسترالي دولار يعتبر او يلقب بالكوموديتي كارنسي، يعني على طول كنا لما نشهد ارتفاع لاسعار الذهب نشهد ارتفاع للاسترالي دولار، ولكن هلا عم بشهد كنت ارتفاع لاسعار الذهب قوه من 1230 ل 1240 ل 1250 ل 60 ل 66، والاسترالي دولار بعده محله. فهيدي خطوره تداول شهر ديسمبر اللي عم بقول لكم عنها. يعني انا اكيد و1000% اكيد انه لو كنا عم نتداول بشهر 1 شهر 2 شهر 3 من سنه 2019 بهذا الزوج، انا بقول لكم 100% كنا اخذناه بحذافيره وكنا تمكنا من انه نصيبه بهدف اكثر من رائع. قوه اسعار الذهب بتعني قوه الاسترالي دولار لانه تلقب بالكوموديتي كارنسي، بيمشوا سوا، عندي بوزيتيف كورليشن، ولكن الاسترالي دولار بعده عم يضعف. وطبعا يورو دولار كان عم سجل موجة ارتفاع، هذا الشيء ادى الى ارتفاع كروس اليورو استرالي، ولكن اتوقع انه يكون عندي خلينا نقول بعض الامور او التغيرات اللي ممكن تاخذ بعين الاعتبار انخدها بعين الاعتبار على كروس اليورو استرالي على المدى الوسط للقصير لتثبيت هذه المستويات اللي ممكن نشهد اذا بدكم بعض المقاومه لها وتعتبر بيج اي بي سي، وقد انتهينا من ثلاث موجات تصحيه على هذه المستويات. اوكي هلا طبعا انا يعني بكراس اليورو استرالي انتوا عارفين استاذ صهيب انت عارف انه نحن داخلين بهاجينج من مستوى تقريبا 159.30، مستوى ال 159.30 قبل ما يوصل لمستوى ال 159.85 وقف الخساره اللي عرضناه دخلنا بهاجينج بوزيشن، وانا هلا داخل مركز شراء وبيع بوش بعض اوكي من مستوى ال 159.27 اوكي. فهلا انا هذا الارتفاع ما عم بخسرني، بالعكس انا محدد خسارتي على هذه المستويات، واتوقع انه هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا اول ما اخذ اشاره منها رح ارجع فلت مراكز الشراء لارجع انتظر مراكز البيع، ولكن انا بالي طويل وبعدنا عم بنتظر. هذا الفرق بين الاشخاص اللي خلينا نقول عندهم ديسيبلين باداره المخاطر وغيره من الاشخاص. طبعا انا ما يعني ما عم بلوم حدا، بعرف انه بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا بسوق الفوركس وانا كنت منهم، كان عندي بعض الامور اذا بدكم السريعه اللي اخذ قرارات فيها، ولكن تعلمت مع الوقت انه لازم انتظر، لازم اذا في حال السوق عم بيرتفع بموجات اندفاعيه بشموع خضر على سبيل المثال ما خليه يلمس وقف الخساره تبعي، ماشي وقف الخساره تبعي ارجع اعمل هاجينج وانتظر ارقام اخرى. هل مستويات الباوند الحاليه اتوقع يعني ما بدي اعطيكم رايي بعد بشكل اذا بدكم دقيق، او خليني اقول بدي اتكلم بشكل عام بقى اكثر عن السوق لانه ما عم نقدر نسيب السوق بحذافيره او بنقاط حساسه جدا بهذا الوقت، ولكن انا كنت متوقع انتم بتعرفوا رايي اعاده امتحان او ريتست للمثلث قرب مستويات ال 127.30 ومن ثم بدايه موجه هبوط. هلا طبعا سجلنا ثلاث شمعات اذا بدكم مقاومه كان موجوده عندي قرب مستويات ال 127.04 تم تسجيلها أكثر من مرة وعم نرجع نرتد منها. هل يا ترى من هون إشارة سلبية؟ ممكن. أسعار الذهب وصلت لل 66 اللي كنا منتظرينها، ممكن تعمل 70 كحد أقصى، ولكن ممكن نرجع نشهد ضعف. ضعف اليورو من هون أيضا بيرجع بيدعم سيناريو سلبي لاسترليني دولار. هلا على المدى الوسط للطويل، أوكي على المدى الوسط للطويل أنا كنت منتظر إذا بدكم بكل بساطة ضعف اليورو دولار وضعف الاسترالي وعفوا ضعف استرليني وضعف اسعار الذهب، يعني الذهب لل 1120، الاسترليني لل 121 جي بي يو اس دي، اليورو لل 108، ولكن كنت قلت لكم انه هذا السيناريو رح استبعده لبدايه سنه 2019 اللي هي ممكن ناخذها بعين الاعتبار لبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد الايجابي للدولار الامريكي، وهذا الشيء بيؤدي لضغط سلبي للعملات الرئيسيه وايضا للمعادن واسعار الذهب. فبهذه الحاله بعدنا منتظر من هلا ل 10 ايام لقدام لبدايه سنه 2019 لنرجع نشهد
هذا الانخفاض على المؤشرات، اذا بدكم هذا الارتفاع على المؤشرات الامريكيه وارتفاع الدولار اندكس مع ضعف اذا بدكم العملات الرئيسيه. فبهذه الحاله بنكون ارتفعنا بالدولار كاد، خلينا نقول لزياده مستوى ال 136 36 ومن ثم بدايه موجه هبوط جديده. كنت قلت لكم والاشخاص اللي ما كانوا معي بجلسه امس هذا التحليل على الدولار كاد اكثر من رائع، وقلت لكم اخذت مستويات، اخذت هدف من اول قاع لاخر لاول قمه، اوكي، عملت له دراج او زحته نفس المسافه، زحته من تاني قاع لتاني قمه طلعت نفس المستويات بالضبط، رجعت عملت له دراج من تالت قاع لتالت قمه طلعت بالضبط نفس الشيء. فاتوقع انه هلا اذا بنعمل له دراج من هذا القاع من رابع قاع لرابع قمه، اتوقع مستوى ال 136 36 تكون اخر قمه ونهايه ارتفاع الدولار كاد وبدايه اتجاه الهابط. بنكون عم نعمل ايكوال لاجز، اي بي ايكوال سي دي ايكوال دي اي ايكوال اي اف، هذه اللاجز او هذه الموجات كلها بتشبه بعضها بنفس المسافه على الأد من القال الكمي بنفس عدد النقاط. فاتوقع هدف الدولار كاد يكون تقريبا عم ينتهي اولموست قرب مستوى 136 36 وبدايه موجه هبوط لزياده مستوى 120 و117. فهذا سيناريو انا منتظره، بعد نطول بالي شوي صغيره عن بدايه 2019 نكون حققنا اهدافنا وضعف اليورو دولار ل 108 وارد جدا. هذا الشيء قلت لكم بيدعم سيناريو اليورو كندي. اليورو كندي اللي هي عم ناخده معنا الاعتبار، خليني نفرجيكم السيناريو عليه. بتقولوا لي انه اتوقع ضعف اليورو مقابل الدولار الكندي، اوكي، ضعف اليورو دولار وضعف الدولار الكندي، كيف ممكن الواحد يتوقع ضعف الدولار كاد وضعف اليورو بنفس الوقت؟ هذا السيناريو بيكون اكثر من واضح فقط إذا في حال عندي كروس اليورو كندي رح ينخفض بشكل ضخم، عندي هذا المثلث عليه، أوكي، وأتوقع إنه هلأ نكون ابتدينا بليدنج دياجونال اللي هي تعتبر أو تلقى بموجة رقم واحد. ليكوا شو عم بيصير هون على اليورو كاد، انخفاض موجة رقم واحد اللي هي طبعا بتكون سجلت عندي مثلث ميل على الانخفاض، وبهذه الحالة بكون عندي ليدنج دياجونال ويف 1 2 3 4 5 موجة رقم واحد، ارتفاع موجة رقم اثنين لا تسجيل مستويات ال 61.8% مستويات تقريبا 76.4% وبداية موجة هبوط بالموجة رقم 3. عند وصولنا لمستويات خلينا نقول 76.4% و 61.8% بنكون احنا بكل بساطة وصلنا لموجة رقم 2 وبدنا نبتدي موجة رقم 3 الاندفاعية الضخمة، وبهذه الحالة بكون ابتدى انخفاض اليورو دولار وايضا انخفاض الدولار كاد بنفس الوقت. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيكم. لكن اليورو كاد او هذا الزوج منتظرين نحن ايضا تكمله اتجاه الصاعد، وكان احد الاشخاص سالني عليه وقلت لكم انه نحن نتوقع تكمله اتجاه الصاعد لزياره مستويات بعد اعلى مستويات ال 156 156 157 ومن ثم بدايه موجه هبوط جديده على اليورو كاد على المدى الوسط للطويل بموجه اندفاعيه ضخمه، اوكي. فضعف اليورو على المدى الوسط للطويل عند بداية سنة 2019 وتسجيل مستوى 108-107 وارد جدا، وأيضا ضعف الدولار كاد طبعا وارد جدا. فهذا الشيء بأكد السيناريو، واليورو كاد هذا الزوج اللي عم حلل عليه هذا السيناريو بأكد نظرية ضعف اليورو وضعف الدولار كاد بنفس الوقت، أوكي. فبدنا ناخذ بعين الاعتبار الكراسز والأزواج اللي بندمجه سوا وبنقدر نحل الأمور سوية، كمان لنقدر ناخذ استنتاج أكثر من دقيق، بنحلل كل عملة لحالها ومن ثم ندخل على الزوج أو الإكزوتيك كراس، أوكي، كمان لنقدر نأكد السيناريو. الين، الدولار ين، الضعف للدولار ين، هذا الشيء طبعا شوي صغيرة عم بكون إذا بدكم يعني اقتصاد أكثر من تحليل أساسية أو تحليل تقنية. الين الياباني أنتم بتعرفوا هو من يعتبر من العملات الرئيسية لسيف هيفن أو يعتبر ملاذ آمن. ففي ظل التشنجات ورفع الفوائد وطبعا التقلبات اللي عم نشهدها بين دونالد ترامب اللي هو ما بده يرفع الفائدة والفدرال ريزيرف أو الاجتماع الفيدرالي اللي قرر أو جان باول اللي هو قرر أن يرفع الفائدة، وهذه التقلبات أو التغييرات بالقرارات وخلينا نقول الحرب الاقتصادية اللي عم تصير من وراء الفائدة والإنفليشن والتضخم عم بتأدي للمستثمرين أنه يرغبوا بالتداول بالين الياباني اللي هو يعتبر العملة عملية الملاذ الآمن. فأتوقع أن الدولار الأمريكي يضل عم يضعف أمام الين الياباني بالمرحلة القادمة، وطبعا من وراء اختراق
خط الدعم تقنيا موجوده، خط الدعم اللي تم اختراقه عندي بهذا الشكل، اوكي. فضعف الين الدولار ين ممكن يكفي بالاتجاه الهابط على المدى الوسط القصير لزياده مستوى ال 107 كهدف اول او 108، اوكي. هلا ما بيمنع على المدى بس بين الساعه و30 دقيقه من موجه صغيره بالاتجاه الصاعد، هذا الشيء طبعا ما بيمنع، ولكن اتوقع انه الهدف نرجع نشوفه لزياره اخر مستويات كنا ارتفعنا منها، اللي تقريبا تعتبر مستويات خلينا نقول ال 108.14 اللي عندي مستويات مهمه جدا عليه، ويعتبر اصلا خطوط دعم ومقاومه وطبعا نقاط رئيسيه، اوكي. فبهذه الحاله اتوقع ان نرجع نزور مستوى ال 108.11 108.15 على المدى الوسط للطويل وعند بدايه سنه 2019. طبعا من هلا لوقتها لازم نكون جبنا هذا الهدف، انخفاض مع 300 نقطه وقوه الين الياباني لا طبعا قوته لاعتباره ملاذ امن، اوكي. فهيدي بالنسبه لهذه الجلسه انا كنت انتهت عندي. انا بتمنى لكم نهار اكثر من رائع ومثمر للجميع، ونهار تداول اكثر من ناجح. كان معكم المحلل التقني من شركه تكمل مباشره من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، جوزيف ظهريه. الى اللقاء.